جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. نقول تاني، أنا اللي حاكم وأنتم عليكم تغطوني لو الحرس اتعرض لي أو البوليس طاردني. كل واحد هيكون معاه مسدس وقنبلة يدوية. حامد، أنا مش هشترك معاكم يا عثمان. ليه يا حامد؟ إحنا متفقين في الهدف لكن مختلفين في الوسيلة. مصر يا عثمان عمرها ما هتنهض إلا بالعلم، وأنا اخترت طريق العلم. ما هي السياسة علم، علم تغيير المجتمع. هو ممكن يكون في علم حقيقي في مجتمع متخلف يا حامد؟ بالظبط، لازم الأول نهدم النظام الفاسد وبعدين نبني المجتمع من جديد. أنا شايف إن الأدب هو القوة الحقيقية، بالأدب نقدر نغير وجه الدنيا. إحنا مش جايين هنا عشان نختلف، إحنا جايين ننفذ عملية معينة. حامد، أنت معانا ولا لأ؟ أنا آسف يا عثمان، أنا مع العلم حتى النهاية. Thank you.
اهلا بالمحامي العظيم. اهلا حامد، ازيك؟ استنى يا اخويا شويه ما اتفرج عليه، ما اتغيرتش كتير. اتفضل. سمنت شويه يا عمر، شكلك بقى فخم زي بشوات زمان. اتفضل. والله سلامات يا عمر، 25 سنه مش كده؟ وايه رايك فيا؟ اتغيرت شويه؟ ها برضه الطب فيه شعر. الهيكل ده بالنسبة لي قصيدة شعرية زي اللي انت بتكتبه بالظبط، ولا انت بطلت الشعر؟ أنا بطلت كل حاجة، عشان كده جيت لك. تعرف يا عمر لما بلغوني اسمك علشان الميعاد ما كنتش متأكد ان انت، قلت يمكن تشابه في الأسماء. كنتش بحسب انك هتفتكرني. يا خبر يا عمر، ده انت أحلى شخصية صادفتها في أيام الدراسة. ثم أنا متتبع أخبارك في الجرايد ومرافعاتك العظيمة. المهم نأجل الكلام في الماضي ونطمئن على صحتك الأول. مش عارف يا حامد، يمكن حالة تبان سهلة، لكن أنا حاسس إنها شيء خطير، خطير جدا. بقالي حوالي 3 أشهر شاعر بنوع من التوهان، مفيش حاجة في الحياة بقالها طعم، فقدت الرغبة في العمل، حاسس بملل غريب من كل شيء، حتى من بيتي وأولادي، زي ما أكون وصلت لنهاية العالم وانتهت الرحلة. أولاً مفيش داعي للتشاؤم اللي مسيطر عليك ده، وقبل ما نتكلم أنا هخليك تعمل كشف عام على جميع أجهزة الجسم، تحاليل وأشعة وخلافه. أظن الحالة خطيرة، مش كده؟ إنذار. إنذار؟ يعني إيه؟ أنا أقول لك بقى يا سيدي، لازم خدتهم القعدة وراحوا يفتكروا أيام التلمذة. الدكتور حامد كان رابع شلتنا. آه، عثمان وعمر وحامد وأنا كنا شلة واحدة. كنا عاوزين نحرر مصر، لكن حامد انفصل عننا من يوم ما دخل الطب. كان لازم يعمل حسابه انكم قلقانين عليه وعاوزين تعرفوا نتيجه الكشف. اول امبارح عمر رجع الساعه 2 بعد نص الليل. فعلا عمر مش طبيعي. مش طبيعي. بابا جه، بابا جه، بابا جه. اتاخرت ليه يا بابا؟ اهلا بوسيم. قعدنا نفتكر ايام زمان. مساء الخير. اهلا درش. اهلا. اهلا درش. جبنا سيرتك النهارده انا والدكتور حامد. لسه فاكرني؟ فاكر كل حاجه. بالمناسبه
الست بتاعته معجبة جدا بتمثيلياتك في الإذاعة والتلفزيون. إذن فهي تحب اللب والفشار. وإيه علاقة اللب والفشار بالتمثيليات؟ التسلية. قول لنا الأول، قال لك إيه الدكتور؟ ولا حاجة، إرهاق، لازمني أجازة. ما كتبلكش على دواء؟ أبدا، قال إن الطبيعة بتديني إنذار وإني غرقان في بحر من الدهن ولازم وزني ينقص 10 كيلو. ده كان رأيي، أنت فعلا محتاج لأجازة تمشي فيها على رجيم. فعلا عندك حق. وإمتى الأجازة يا بابا؟ إن شاء الله من بكرة. هنقعد قد إيه؟ لغاية ما نزهق. مش هنزهق أبدا. يلا يا ماما نحضر الشنط. نحضر الشنط. إيه يا بنت يا عفريتة دي؟ أنت إيه؟ مسحوبة من لسانك؟ مسحوبة من لسانك؟ حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عثمان خليل بالأشغال الشاقة المؤبدة. 20 سنة من عمري ضحيت بيهم. أنا عاوز التمن. 20 سنة من عمري ضحيت بيهم. أنا عاوز التمن. بابا جه، بابا جه، بابا جه. مالك؟ كنت حغرق. يا خبر، ليه انت دخلت بعيد؟ انا مش قلتلك بلاش. ما دخلتش بعيد ولا حاجة، كنت بعوم سرحت لقيت نفسي بغرق. يا عمر يا حبيبي، هو حصل ايه في الدنيا؟ نفسي اعرف بس انت بتسرح في ايه. سرحت في عثمان في السجن. شوف بقى يا عمر، احنا مش مديونين لعثمان بأي حاجة من يوم ما اتحبس، وانت بتدفع كل شهر فلوس لأهله. وعلى ايه؟ على حكاية حصلت من 20 سنة. اظن ده يبقى كفاية قوي. اي انسان غيرك ما كانش يعمل كده. عندك مصطفى مثلا، عمل ايه وهو في نفس وضعك؟ انت عملت اكتر من مطلوب منك. انت بتفكري بطريقة وانا بفكر بطريقة تانية. طب قولي انت بتفكر ازاي؟ عايزة أبقى جنبك، عايزة ما بقاش لوحدي وأنا معاك. بفكر في سر الكون. كل ما تيجي النقطة جد تقلبها هزار. أنت ما كانش طبعك كده. من هنا ورايح لازم تعودي نفسك على طبع جديد. امتى وفين؟
هو الرقص ده عايز علامة، ده شوية تنطيط وخلاص. ومش بس الرقص، أنا اكتشفت فيه حاجات أهم. وزينة بتكتب شعر. شعر؟ ابن الوز عوان، ودلوقتي عندها كراسة مليانة شعر. متشكر يا عمر. نعم. ايه ده يا ابو سيد؟ ده انت عندك مواهب ما اعرفهاش. ما كانش عارف انك بترقصي، دي اول مرة ارقص في مكان عام، وانت اللي قلت لي. لا بالعكس، انا سعيد بيكي. اسمعي، انا ما اعرفش في الرقص ده، لكن مستعد ارقص معاكي. تيجي؟ مش تقول لي مبروك ولا اقول لك انا؟ على ايه؟ ولي العهد في الطريق. ولي العهد؟ احنا مش ناقصنا ولد، الولد في الطريق. هي بس احنا مش كنا عاملين حسابنا؟ اللي حصل بقى لما ربنا بيريد ما بتنفعش اي احتياطات. طيب جميل الغروب، مش كده يا بابا؟ وانت وصفتيه حلو في شعرك. انا اسف يا ابو سينا، انا خدت كراستك وقريتها من غير ما استاذنك. ابو سينا، انت كمان بتكتبي شعر، وشعر جميل، لكن ايه اللي خلاك تتجهي للشعر؟ مرة أخدت دوانك من مكتبة قريته وعجبني، حسيت إن أنا كمان عايزة أقول حاجة. عايزة تقول إيه؟ نفس أفكارك تقريبا، مع اختلاف بسيط. اختلاف؟ زي إيه؟
انت بتبحث وبتتساءل عن سر الكون، اما انا فبكتب عن جمال الكون. حسينة، انت في شعرك بتكلمي عن شخص معين، وصفتي وصف جميل، اسحاب انفاسه، الشمس مرآته، تتمايل الاغصان شوقا اليه. مين هو؟ انا ابوكي ومن حق اعرفه. مش شخص معين. امال ملاك؟ لا انسان ولا ملاك، فكره، نظام، كمال. قصدك الله؟ جايز. حسينة، أنا سعيد بيك قوي، لكن يا ريت ما تهتميش بالشعر أكتر من لازم. ليه يا بابا؟ أنا نفسي كتبت الشعر، كنت فاهم الناس هيفهموه ويقدروه. طلعت ادواني للناس، كانت النتيجة ولا حد حس بيه. بس أنا يا بابا ما بكتبش شعر للناس، أنا بكتبه لنفسي. لما بكتب شعر برتاح، بحس اني خلقت حاجة جميلة، وده كفاية يا بابا. قضية وقف المنصورة كنا كتبنا فيها مذكرة قبل الأجازات وتحولت لخبير. كويس. ودي تفليست المحلاوي، الصنديق قدم تقريره. ودي لا، دي خليها لي، هبقى أشوفها بعدين. إنما سيادتك، مش الحمد لله الصحة أحسن؟ أديني ماشي على تعليمات الدكتور. أهو كده أثر الرجيم بان بسرعة. شيء جميل أستاذ محمود. إن شاء الله الشغل هيبقى عال، المعلم الكبير رجع وكله نشاط. إن شاء الله. شوف بقى، ما أقول لك الحكاية كلها على بعضها من فوقها لتحتها مش مستاهلة. والله عندك حق، عندك حق يا مصطفى. أنا عشت حياتي بشكل منظم زيادة عن اللزوم. النهاردة زي بكرة زي امبارح، حاجة تقرف. لازم أكسر النظام ده. أهو كده تعجبني. تيجي نسهر في كباريه؟ كباريه؟ وماله؟ فيها إيه دي؟ أنت عارف يعني إيه كباريه؟ أيوة يا أخي، ستات ومزيكا وأنوار وهيصة، هيصة. وده بقى جزء من العلاج؟ ولا مسألة المرض من أولها لآخرها لعبة بتلعبها علينا؟ والله مش بعيد يا مصطفى. لاحظ إن إحنا في السن الحرجة. يا أخي لا حرجة ولا دياولو، المسألة كلها إن أنا أقولك بصراحة، أنا طول فترة الصيف بدأت أحس إن جسمي بينعزل عن نفسي. أقصد إن ما دام أنا مش قادر أوصل لراحة البال بعقلي، قلت يمكن أوصلها بجسمي. يعني إيه؟ أقول لك، أنت فاكر إن جسم البني آدم ده إيه يا مصطفى؟ لعبة؟ شوية لحم وعظم ودم وبس؟ أبداً، ده في حاجات عجيبة. وأنا رأيي إن الواحد لازم يخلي جسمه يتكلم، يبحث، يفكر، لازم ينطلق. ياه، ده انت يظهر كان ليك جولات في اسكندرية. ابدا يا مصطفى، لكن انا اكتشفت الجسم البشري على البلاج. مرة شفت واحدة
واحدة ست جسمها مليان بالأنوثة، بالحيوية، بالأسرار. حسيت إن جسم الإنسان له لغة، جسم الإنسان له لغة، وأنا وجسمي أنا مصطفى أخرس، مش عايش وعمره ما عاش، وإن ولازم علشان ولا أقول لك بدل الفلسفة قوم بينا قوم وبيتك وزينب. زينب ملهاش دعوة بالموضوع ده أبدا. Attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. No, I believe in love. Somewhere in his smile he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me. I don't want to leave him now. You know I believe in power. You're asking me, will I'm on the road? ايه رايك؟ قلبي بيقول لي اللي بدور عليه حلاقيه. ده ما بقاش مرض، يبقى تمحيك. يا ترى جنسيتها ايه؟ وانت يهمك ايه من جنسيتها؟ المهم عجبتك. هايلة. يظهر انك مش محتاج تدريب، شكلك زير نسا قراري. مساء الخير مصطفى بيه. اهلا علوة. ويسكي مش كده؟ ايوه ويسكي. اتنين ويسكي. حاضر. اسمع. ايوه. احنا عازمين ميس مارجريت. تحت امرك. ميس مارجريت؟ مصطفى، انا اعرفك بقالي 25 سنة. ما كنتش اعرف انك بتاع كباريهات غير النهاردة. ده شغلي يا بيه. انت ناس ان انا رئيس القسم الفني في المجلة. اه. قسم الفني. اسمع درش، تعال. انت عمرك ما خنت مراتك؟ لا يا عم، ربنا يكفينا شر المرض. انت اصلك اهجتي. اتفضل. بلاش الويسكي من فضلك، هات لنا ازازة شمباني. How do you do, Miss Margaret? This is my best friend, Omar El Hamzawi. How do you do? A big, big avocado. That was a very nice song. I really enjoyed it. Are you English or American? Cigarette? Bring death by his hand, or will life be his death? بابا مصري زيكم تمام. أمي هي الإنجليزية. وأنا عايشة معاها في إنجلترا شوية وهنا شوية. وبين هنا وهناك بلف في العالم أغني. شك. سيبها لي. قلبي حاسس ان التعارض ده هيكون مقدمة لحاجات جميلة. تعرف انك ظريف مع انك جد جدا. الدكاترة وصفوا لي ان اتخلص من الجد ده. عينيك قوية
زي ما يكون فيها مغناطيس. ده بس لما شفتك حسيت ان انت اللي كنت بدور عليه. صحيح بصحتك. لا انتوا بتتقدموا بسرعة جدا لدرجة ان مستعد راهن انكم هتخرجوا مع بعض الليلة. هتخسر الرهان. صاحبنا محامي وعمره ما أجل قضية. هيأجل القضية دي. على العموم عربيتي تحت أمرك، أوصلك أي مكان أنت عايزاه. بصحتكم. بصحتك. على فين؟ بونسيو أتينا. مارجريت، شفتي الهرم بعد نص الليل؟ الدنيا ضلمة خالص ومش هنقدر نشوف حاجة. حتى الضلمة لها جمالها. أرجوك بلاش. أنت خايفة مني؟ أنا محامي مش رئيس عصابة. بس أنا النهاردة تعبانة، كفاية لنص الشارع وترجعني. تعرفي؟ شارع الهرم ده ياما شاف حوادث تاريخية. عشان كده مفيش داعي نزود الحوادث. أنا كنت فاكر إن احنا هنفضل مع بعض للصبح. ما قلت لك نأجل القضية دي لبكرة. وقفت مساء الخير. صباح الخير. الساعة 4 الصبح، أنت مش خايف على صحتك؟ ما هو ده عشان صحتي. أنت متضايق من البيت؟ مني أنا بالذات؟ لا، إنما متضايق بشكل عام. وإزاي بتقضي الوقت ده كله؟ مش في مكان معين، بلف بالعربية، بقعد على قهوة، بخش سينما، أي حاجة. اللي هيحصل انك بالطريقه دي هتخلص عليا. انسي الموضوع ده احسن. انسى ان انا مراتك. الطريقة دي مش فاهم بالظبط ايه اللي هتلاقيه هنا. كسر الملل، شيء جديد يخليني اشعر بطعم الحياه. انا حاسس ان حياتي بقى زي التراب بتتفتت في ايدي.
وانت واثق انك هتخف بالطريقه دي؟ انا جربت كل الطرق مش فاضي غير الطريق ده. امبارح وانا مع مارجريت حسيت ان جسمي بيصحى وان حياه بعيده جدا بتقرب. انا روحي ماتت يا مصطفى، خلينا امشي ورا جسمي شويه. طب امشي يا اخويا امشي. من فضلك يا خاين انده لنا مارجريت علشان البي يصحى. سافرت النهارده الصبح. سافرت فين؟ بلدها لندن. غريبة، ليه ما قالتش كده امبارح؟ شغل كباريهات يا بيه. يلا بينا على مكان تاني. ده من زباينك. من زباينك؟ مسيو ياسبك، مش فاكره؟ ده انت كسبت له قضيتين. اهو جاي اهو. يخرب عقلك، وايه اللي خلاك تجيبنا هنا؟ اهلا مصطفى بيه. الله، عمر بيه شخصيا؟ مش معقول. خطوه عزيزه. متشكر. ازازه ويسكي اوام حط. مش عارف اقول لسيادتك ايه، ده شرف كبير بالنسبه لي، وما كنتش افتكر انه هيجي يوم سعادتك تشرف فيه الكباريه بتاعي. وإن جيت للحق تلاقي إن الكباريه اتعمل مخصوص علشان الناس اللي بتشتغل وتتعب، دول لازم يفرفشهم. والفرفشة ما تكملش إلا بنت حلوة. عمر بيه تلزمه بنت مثقفة، بنت ناس جميلة. قصدي للحب مش للجواز. وعندك هنا مثقفات. إيه اللي دي يا مصطفى بيه؟ كابري في كل حاجة. مين يا ترى؟ كانت تلميذة في معهد التمثيل، اشتغلت في السينما شوية وفي المسرح شوية، لكن الرقص هو فنها الحقيقي، أحسن رقاصة في مصر كلها. وردة؟ وردة. Thank you.
ايه رايك يا عمر بيه؟ عظيمه، جميله فعلا. انت بقى يا مصطفى بيه عندك مناعه ضد الحب. انا طول عمري عندي اكتفاء ذاتي. باردون. عمر يا اخويا، انا كده. انت ايه ما تتكلم؟ انا ضميري مش مرتاح. وايه اللي جاب الضمير هنا دلوقتي؟ انا صديق عمرك، واللي بيتك اتبنى على ايديا، اساعدك على هدمه. يا اخي لا هدمه ولا حاجه، ده شر لابد منه. بس انا خايف عليك يا عمر، خايف لو تتصرف غلط. انا يا مصطفى ميت، اولا اصحى بعدين اتصرف. والستات هي اللي هتصحيك. افهمني، انا لما اشوف واحده ست ماشيه بحس ان الحياه ماشيه على رجلين. المراه هتولد من جديد يا مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جران افوكاد عمر بيه، جران ارتيست ورده، ايه مصطفى بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. ميسيو ياسبك ادانا محاضره طويله عن فنك. وطبعا كان بيبالغ زي العاده. لا ابدا. والله بقى سيب الحكم لعمر بيه، وانا استاذن. على فين يا راجل؟ لسه بدري. تصبح على خير مصطفى. اهلا. اهلا. في صحتك. المناسبه دي عايزه شمبانيا. جرسون. بيتك فين؟ بيتي مش ممكن. انت ما عندكش بيت؟ ليه طبعا، بس في زوجة واولاد. توصلني البيت وتتفضل انت من غير ما تروي. شفت دمي. النهار طلع. ما يطلع.
عمرك ما كلمتني باللهجه دي. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ انا عملت ايه؟ انا عيان، قلت لك 100 مره انا عيان. وش معنى ما جاش العيال اللي علينا احنا؟ انا نهاري زفت، مش ضروري تخلي ليلي اسفت. بوسينه وجميله مش فاهمين، بيسالوني ايه اللي جرى. تصرفي زي ما انت عايزه. عايزك تقولي بصراحه، في واحده تانيه في حياتك؟ ايوه، في واحده تانيه في حياتي. واعملي انت عايزه تعمليه. لازم تسلمي بالامر الواقع يا زينب، لا بايدك ولا بايدي. صباح الخير يا ابو سيد. صباح النور يا بابا. تعرف انك وحشتني جدا، انا مش مفكش خالص. أنا آسف يا أبو سينا، أنا لازم أخف ولازم تساعدوني حتى لو كنت وحش معاكم. لكن أنت كويس يا بابا. يعني بتقدم شوية. بس ماما تعبانة قوي. عندها حق يا أبو سينا، بس لازم تفهم إن ده غصب عني، لازم تسامحني. طب خد مني دي وانا اخليها تسامحك. مش يسبك بقاله كام ليله عمال يقف يبص لنا من بعيد. تعرفي الراجل ده له فضل عليا، هو السبب في صداقتنا. هو ظريف وقلبه طيب، انما مهما كان بشع زي اللي زيه. اظن ما يقدرش يطلب مني اكتر من كده، انا زبون شمبانيا. ما عشان كده انا متضايقه. انت ليه بتيجي كل يوم؟ خساره الفلوس دي. مش ضروري تيجي كل يوم ورده، انا كنت محضر لك مفاجاه، لكن مفيش فايده، لازم اقول لك عليها. ايه هي؟ انا بنيت عش، شقه صغيره جميله ليا وليكي، نستقر فيها. نستقر؟ وتفتكر هتفضل مهتم بيا على طول؟ ورده انا مش مهتم بيكي. ارجوك، انا ممثله وعشان كده ما بثقش في الكلام. يلا بينا يا عمر. على فين؟ على عيش. طب ونمرتك؟ ماليش مزاج. طب والرأس؟ كرهته. مجرد محاولة للتعبير عن عواطفي. انا ما استاهلش كل ده. انت مش فاهمه انت عملت ايه في حياتي. انت انقذتيني من الضياع. انا طول عمري بخاف من السعاده المفاجاه، عايزه كل حاجه بالتدريج، تكبر شوية بشوية. احنا لسه في البداية، ما تخافيش من المستقبل ابدا.
ايه رايك؟ انا عايز اخد دش. لا لا لا، تعالي معايا اولا. افتح الدولاب. كل ده عشاني؟ ياه، انت مؤكد مجنون. انما ان جيت للحق ده جنون ظريف جدا، جميل جدا. تعال. ميرسي يا حبيبي. ورده، عامله ايه المايه معاكي؟ ما انت عارف. ممنوع الدخول إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات. بوسينة وجميلة مش فاهمين، بيسألوني إيه اللي جرى. اتصرفي زي ما انت عايزة. عايزك تقولي بصراحة، في واحدة تانية في حياتك؟ صباح الخير يا ابو سينا. صباح النور يا بابا. اتغيرت كتير يا ابو سينا، زي عوايدك. ماما عيانة. ماما بخير، انما انا عايز اطمن عليك انت. انا كويسة، لكن ماما هي اللي تعبانة. انت مش عايز تتكلم مع ماما ليه؟ مامتك مش فهماني. انا بقاوم مرض خطير، بسبب ده بتصرف تصرفات جايز تزعجها، لكن لما تفهمني مش هتتضايق مني. لكن الدكتور يا بابا قال ان حضرتك. انا فهمت حالتي، وانا اللي بعالج نفسي. دي مسألة مش متصلة بامراض الجسم، أزمة فكرية، ضياع فكري، حتى مش مرض نفسي. أنت بقيت تضايق مننا يا بابا؟ بوسينة، ده معقول يا بوسينة؟ أنت
كنتم بيتي وأولادي، لكن في حالتي دي الإنسان بيهرب حتى من نفسه، زي ما تقولي كده بيهاجر بيتغرب. ماما بتبكي ليل ونهار يا بابا، أنا بحبها قوي وبحبك قوي. أنت لازم تقنعيها، فهميها الظروف اللي بمر بيها. لكن أنت يا بابا غيرت معاملتك ليها، قلت لها إنك هتعمل زي ما أنت عايز. هي قالت لك الكلام ده؟ ماما ملهاش حد غيرنا يا بابا، هتشتكي لمين؟ هي مستعدة تعمل كل حاجة تطلبها علشان تساعدك وتخفف عنك. ما تقدرش تعمل أي حاجة. مش يمكن ماما تفتكر إن في واحدة مسلمة؟ مش أحسن توريني أخرق شعرك؟ مفيش حاجة، ما كتبتش حاجة جديدة. ازاي؟ امال فين الإلهام؟ أصل يا بابا ممكن ماما تظن إن في واحدة تانية. هي كمان بتكلمك في الأفكار السخيفة دي؟ أنا حزينة جدا يا بابا. مالكش حق، كل دي أوهام. صح يا بابا، أوهام. أنا دايما بصدقك يا بابا، انت طول عمرك ما تقولش الا الصدق. مامتك شغلتك اكتر من لازم. يعني مفيش واحده تانية؟ عايزه جواب صريح يا بابا، وحياتي وحياتي عندك. مفيش واحده تانية. علي يا بابا. ماما كفاية يا ماما، الخيانة وحشة وسعينة فظيعة، خصوصا لما تدي كل ثقتك كل حبك. أروح فين؟ أروح لمين دلوقتي؟ ما تقوليش كده يا ماما، أنت معانا، إحنا ولادك وحبايبك، أنت كل حاجة لينا في الدنيا. أنا بفكر دلوقتي، يا ترى كل السنين اللي فاتت دي كانت كده، كل حاجة كده؟ لا أبداً يا ماما، لا مش ممكن، مش ممكن أبداً يا ماما. لازم أسيب البيت يا أبو سعيدة، بس أروح فين؟ ماما ده بيتك يا ماما، ما تقوليش كده. مش طايقني يا أبو سيدة، ده قالي بكل جرأة إنه يعرف ست تانية، قالها لي. مش ممكن، ده حلف بحياتي. حسينة اهلا اهلا اهلا، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انت كدبت عليا، حلفت بحياتي ان مفيش واحدة تانية. ما كانش صح اقولك على الحقيقة. أنا أبوك يا أبو سينا، خلي الحب اللي بيننا يفضل زي ما هو. في إيه يا محمود؟ مسيو أزبك موجود بره وعايز يقابل حضرتك يا فندم. أزبك؟ أزبك مين؟ يا أزبك صاحب كباريه كابري يا فندم.
بونجور عمر بيه. بونجور. أنا شايف إنك هتسيب وردة قريب. دي مش وردة، دي فلة، دي بونبوني. اللي جابك مش يازبك؟ يا سعادة الأفوكاتو، أنا جاي أشتكي لك وردة. مش شايفة شغلها. يا وردة لها شغل تاني غير الرأس. يا سعادة الأفوكاتو، حضرتك ما شرفتش كفري علشان الرأس. طلباتك إيه؟ وأنا جاي أشتكي لسعادة. طلباتك إيه؟ حضرتك أول من يعرف إن الشغل شغل، وأنا ما أحبش. أنت ليك الحرية إنك تتصرف زي ما أنت عايز. أنا مش عايز أتصرف تصرف يزعلك، أنت مقامك كبير عندي. بالعكس، أنا مش هزعل منك. دلوقتي أنا ارتحت وأشكرك جدا، وعلى كل حال بمجرد ما تستغني عنها أوعدك بإني هرجعها الشغل. ما أظنش إنها هترجع مش يزبك. على كل حال يهمني سعادتك تكون مبسوط، دي أهم حاجة. أرفوار. مش يزبك. تقدر تقول لي ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الحياة؟ الحياة هي الحياة؟ يعني انت سعيد في حياتك؟ رضا، الحمد لله. ساعات الموسم ينام، أو بنت ممتازة تقع في الغرام زي وردة، لكن الحياة ماشية. فكرتش أبدا في الموت؟ إن الحياة ممكن تتاخد منك على غفلة غير ما تستعد. دي حاجة ما فكرش فيها، ما فيهاش فايدة. الموت ممكن يجي في أي وقت، في أي لحظة، لكن بيتي جميل، والمدام عال، وليا ابن بيتعلم الكيمياء في سويسرا. بس يازبك، انت تؤمن بالله؟ طبعا. عمر بيه، يظهر ان حضرتك مبسوط كتير. أرفار. مش يازبك، انا مستعد ارجع لك ورده في الحال اذا قلت لي هو الله. انا دايما في خدمتك عمر بيه. أرفار. أرفار. كنت فين؟ خضتني. تأخرت ربع ساعة ميعادك. كان عندي ميعاد أهم منك. إيه ده؟ أهم مني أنا؟ أيوه، مع واحد سايغ. سايغ سايغ. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. مش قلت لك ان قلبك من ذهب؟ ما كنتش فاكر ان عيد ميلادي النهارده. عقبال 100 سنه يا روحي. مين ده؟ افتح، ما تخافش. انت جبت هدومك يا عمر؟ انا سبت البيت نهائي. نهائيا؟ ايوه. انا كنت افضل ما سببلكش متاعب. ده الحل الوحيد. هتندم على القرار ده يا عمر. كنت لازم اكون صادق مع نفسي. انا ما احتملش الكذب. بس أنا خايفة ما أقدرش أساعدك.
لكن انا سعيد فعلا. انا بحبك. ايه ده، مفاجأة تانية؟ افتح. بقى يا راجل تنساني في عيد ميلادك. كل سنة وانت طيب. اهلا مصطفى. اهلا يا مصطفى، اتفضل هات الكرسي، تعالى يا عريس. الله. شيل ايدك. طيب طيب. اطفي النور. لازم يعني اطفي النور. اطفي النور. حاضر. كل سنة وانت طيب يا بابا. مهما حصل لازم نشارك بابا عيد ميلاده. يلا يا ماما نطفي الشمعة سوا. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا حبيبتي. نقطع بقى. انا معايا هدية ليك. هدية بوسينة. قالت لي النهاردة عيد ميلاد بابا. عايز تقول حاجة يا عمر؟ أنا سعيد بيك يا وردة. كنا ممكن نبقى أسعد لو إننا ما أذيناش حد. أيوة، بس أنا شاعر إن أنا ما غلطتش. شوية شوية هيستغنوا عني. طب وبوسينة؟ ما افتكرش بوسينة تتخلى عني. اللي بينهم بعض أقوى من اللي حصل. يلا بينا. الليله احنا لازم نحتفل بانتهاء الزوبعه، انا وانتي وبس، والى الابد. انا خرجت من الازمه نهائيا. انت يعني ما سالتنيش عن الماضي بتاعي. ملوش اهميه. ازاي ورده مالكيش احلام في حياتك؟ املي الوحيد دلوقت ان اعيش معاك لحد ما تزهق مني. انا لا يمكن ازهق منك ابدا. Attracts me like no other lover.
something in his style that shows me. I don't want to leave him now. You know I believe in power. أغنية جميلة فعلا. الو. اهلا يا عمر. اهلا يا ورده، ازيك؟ انا هضطر اتاخر النهارده شويه. لا مش كتير. مع السلامه. الله يسلمك. أسافر تاني يوم على طول، لقيت الأغراف جايين من لندن. يلا. الدنيا برد قوي. شغل التكييف. وليه ما نروحش بيتك؟ ماليش بيت. كنت مع واحدة تانية. ما بتردش ليه؟ أيوة. مين هي؟ مش مهم. عرفتها قبل مني؟ معرفة سطحية. بتحبها؟ لا. طب ليه رحت معاها؟ معرفش. تفتكر إن دي نزوة؟ أفتكر كده. يعني نزوة جيلك تقوم تتاوحها؟ مش دايما. أمال إمتى تطاوعها؟ لما بحس بالمرض. والمرض ده ملوش علاج إلا الستات. أرجوك تجاوبني بصراحة، أنت بتحبني؟ ما أنت عارفة. فكر كويس. بحبك بس. لكن دلوقتي ما بقتش تحبني. ما قلتلك المرض. أنت فاكرني مش ملاحظة؟ انت اتغيرت يا عمر. انا بحس بيك من عينيك، من الطريقه اللي بتلمسني بيها. وهتقابلها تاني؟ مش عارف. ليه بتعمل فيا كده يا عمر؟ انت قصد تعذبني؟ ابدا. بس انا عايش شويه راحه.
عايز اتلم على نفسي. البنت كانت بترقص دي. دي منى يا سعادة البيت. رقصة جديدة. اتنين ويسكي. حاضر. خيري. نعم. قول لمنى اني عازمها. منى الرقصة؟ ايوه خليها تتفضل. حاضر. ويسكي من فضلك. Attracts me like no other lover. Something in the way he moves. حضرتك طلبتيني؟ أيوة اتفضلي. I don't want to leave him now. No, I believe أنا. أيوة. شامبانيا من فضلك. Somewhere in his smile he خايفة مني ولا إيه؟ لا مش منك. من مارجريت. ولا يهمك. مارجريت نفوذها قوي هنا، بعدين تأذيني. قلتلك ولا يهمك. شايف؟ شوف بتبص لنا ازاي. طيب بلاش هنا. يلا بينا. Thank you.
برضه صح يا خرجت معاهم كلهم مش كده؟ بلغتني اخبارك. ربنا يديك الصحة. أنا مش طبيعي يا وردة، مش طبيعي. مالك يا عمر؟ في إيه؟ مش عارف، مش عارف. بس لو كنت تقول لي. أقول لك إيه بس؟ وردة. تقدري تفهميني؟ لو قلت لك ان انا بدور على حاجه ساعات تظهر لمده ثانيه وبعدين تختفي. قول بصراحه انك زي كل الرجاله ما تؤمنوش بالحب الا اذا احنا كفرنا بيه. مش قلت لك انك مش هتفهميني؟ ورده، تقدري تقولي انت عايشة ليه؟ لا لا لا، أنا بسألك جد. وده برضه سؤال له معنى؟ صحيح، لكن أحيانا بنسأله. عشان عايشة، أدي كل الحكاية. أنا عايز إجابة أحسن من كده. فكري كويس. يمكن عشان بحب الرقص، وبحب إعجاب الناس بيا، ونيف بالحقيقي. وعندي أمل إن ألاقيه. يعني الحياة عندك هي الحب؟ يعني. طب وربنا؟ الله. جاوبيني يا عمر ده من فضلك. مؤمنة بالله طبعاً. بيقين؟ طبعاً. منين جالك اليقين ده؟ معرفش، أنا متأكدة إنه موجود وخلاص. بتفكري فيه أحياناً؟ عند كل حاجة أو شدة. وفي غير كده؟ يوه، أنت غاوي تعذب نفسك وتعذب الناس معاك. وردة، 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 افتح ريكوردر ليك فيه رسالة. حبيبي عمر، أنا عشت أجمل أيام حياتي في حبك، وده يستاهل العذاب اللي شفته. العذاب حنساه، وحيفضل الحب، لأن الحب تجربة عظيمة لازم يكون لها دم، والتمن الفراق يا حبيبي. وردة. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، الأستاذ مصطفى المنياوي مستني سيادتك جوه. طيب. أهلا مصطفى. أهلا. أنا كلمتك في البيت.
محدش رد جيت على هنا. ايه الحكاية؟ انا ملاحظ ان كتب التصوف ملت مكتبك. الشيء الوحيد اللي انا مهتم بيه اليومين دول هو التصوف. ما بتقراش حاجة تانية؟ يعني قريت شوية شعر ما استريحتش، انما ارتحت للتصوف. وبتقرا الحاجات دي امتى؟ بين كل سهرة حمراء والتانية؟ تمام، زي ما تقول كده بين الوجبات. سمعتك ملت الدنيا. بقول لك ايه؟ ايه نوع الحبوب اللي بتتعاطاها وجددت شبابك بالشكل ده؟ شباب؟ تصور يا مصطفى، انا بقيت قرفان من صنف الستات كلهم. انا واضح واضح. انا بكلمك جد. امال لو كنت بتحبهم شويه كنت عملت ايه؟ تعرف يا مصطفى، انا عايز، نفسي اتخلص من كل رغباتي الجسديه. لا يا شيخ، انت يا جدع، انت مش قلت لي ان لغه الجسد هي اللي هتريحك؟ كنت فاكر كده، كنت فاكر عن طريق الجسد هفهم معنى الحياه. ما فهمتش حاجه. جسد حياه؟ شوف بقى ما تلخبطليش نافوخي. انا جاي لك النهارده عشان عندنا زياره مهمه. زيارة مهمة؟ لمين يا ترى؟ لعثمان خليل. عثمان خليل، عرفت انه قضى المدة وانه هيخرج قريب، فقلت نزوره علشان نعرف هيعمل ايه لما يطلع. اهلا يا عثمان. مرحب. خالد، ايش؟ تخرج بالسلامة. عثمان، اقبلك يا صابر. توحشنا راجل يا امير. ما تشوفش وحش. اهلا 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 عثمان. ازيك يا عمر؟ ازيك عثمان. ازيك يا مصطفى؟ اهلا. كل حاجة هتبقى تمام، ما تخافش، انا مسؤول. اتفضلوا. متشكر. اهلا اهلا اهلا. حرصون افندم. ثلاثة قهوة وحياتك. اظن مظبوط. مظبوط. اي مظبوط. حاضر. اهلا اهلا. يظل لك نفوذ هنا يا عثمان. 20 سنة يا عمر. يا عشرة. بلغني ان افراجك قريب. بعد 5 ايام بالظبط. انا طبعا مش عايز اتقل عليك دلوقت، لكن فكرت هتعمل ايه بعد ما تخرج؟ اول حاجة هنفض الليسانس بتاعي من التراب اللي عليه، واعيد قيدي في النقابه ونبتدي شغل بقى. كويس. يا ولادي الايه، وحشتوني بشكل. في كل لحظه وكل دقيقه كنت بفكر فيكم. الاوضاع اتغيرت، ها؟ انا متابع كل حاجه، لكن لسه حاجات كتير. الدنيا ما توقفتش، والتاريخ بياخد مجراه. اهلا اهلا. ثلاثة قهوة وحياتك. أظن مظبوط. مظبوط. أي مظبوط. حاضر. أهلا أهلا. يظل لك نفوذ هنا يا عثمان. 20 سنة يا عمر. يا عشرة. بلغني إن إفراجك قريب. بعد 5 أيام بالظبط. أنا طبعا مش عايز أتقل عليك دلوقت، لكن فكرت هتعمل إيه بعد ما تخرج؟ أول حاجة هنفض الليسانس بتاعي من التراب اللي عليه، وأعيد قيدي في النقابة ونبتدي شغل بقى. كويس. يا ولادي الايه، وحشتوني بشكل. في كل لحظه وكل دقيقه كنت بفكر فيكم. الاوضاع اتغيرت، ها؟ انا متابع كل حاجه، لكن لسه حاجات كتير. الدنيا ما توقفتش، والتاريخ بياخد مجراه. اهلا اهلا. ألو؟ كنت فين طول الليل يا أخي؟ زينب في مستشفى الولادة. ها. عمر، عمر، سمعني يا عمر؟ طيب، طيب أنا جاي.
الخير يا مصطفى. صباح الخير. ازيك يا ابو حسين؟ ايه الاخبار؟ اظن الولاده تمت بخير بس مش عارفين النتيجه. اتفضل. مبروك ولد. مش انا، ابوها اهو. مبروك يا بيه. ميرسي. كل حاجه عال والحمد لله، والمدام صحتها كويسه قوي. طيب ممكن ندخل؟ خمس دقايق بس لما تفوق من البنك. عمر، اظن المستشفيات مكان سحري، كل الخصام ينتهي فيه، ولا ايه رايك يا ابو سينا؟ انا بقى مهمتي انتهت لحد كده، تسمح لي اروح انام؟ مع السلامه انت يا مصطفى. مع السلامه، متشكره قوي. شكلك تعبان يا ابو سينا، تلاقيك ما نمتيش طول الليل. مش عايزه تكلميني؟ هقول ايه؟ اي حاجه، مهما كانت الظروف انا ابوكي وصديقك، والعلاقه اللي بينا لا يمكن تنتهي. مش كده برضو ولا انا غلطان؟ انت زعلانه مني وده شيء طبيعي، لكن على العموم في الموضوع ملوش دعوه بيكي. انت ما زرتناش ولا مره يا بابا. ما قدرتش يا ابو سينا. انت كان ممكن تيجي، انا بعتلك كتير مع مصطفى. انا كمان ما قدرتش، كنت حزينه قوي يا بابا. على العموم اللي فات مات. قوليلي ايه اخبار الشعر؟ انا حاسس ان عمرنا ما كنا قريبين من بعض زي دلوقتي. تقدروا تتفضلوا، المدام فائد. حضرتك هتسمي الطفل ايه؟ سمير يا بابا. خلاص سمير. يتربى في عزك يا بيه، اتفضلوا. تعالى يا بابا. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مبروك عليك ولي العهد. تعالى يا بابا شوف. مش حلو يا بابا؟ هيطلع وحش لمين؟ بابا مش ممكن تعيش لوحدك. وانت عايزة ايه؟ ترجع يا بابا، ترجع البيت. لما تتضايقوا مني. احنا يا بابا، احنا نتضايق منك. طيب يا حبيبي يا بابا. وشك حلو علينا يا سمير. صباح الخير. صباح النور. انت ابو سعيد مش كده؟ ايوه. بابا موجود؟ ايوه. انا عثمان خليل. يا اهل الله يا اللي هنا، ضيف غريب مش من الدنيا دي. مش من الدنيا دي. مين العروسه الحلوه دي؟ دي اختي جميله. وانت مين يا استاذ؟ انا عثمان.
اهلا زينب. مش معقول مش معقول. أهلاً. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك عثمان. اهلا عثمان. أهلاً. ازيك؟ اهلا. انت خرجت امتى يا اخي؟ مش كنت تقول عشان اجي اخدك؟ وعلى ايه؟ ازيكم؟ الحمد لله. وازيك يا زينب؟ اهلا. طول الوقت كنت بفكر فيكي وفي عمر. واحنا كمان يا عثمان ما نسيناكش ولا دقيقه. اتفضل. لا يا زينب احنا هنخرج في برندا شويه. اتفضل. ماما. يا سلام الحريه صحيح حلوه. عمر 20 سنه زي ما انت يا عثمان، نفس التصميم ونفس الثقه. وانت زي ما انت برضو، لكن صحتك مش عاجباني. انا مريت بظروف وحشه وازمات غريبه، لكن مش وقته. انا عايز اعرف اخبارك انت. الزيارة الأخيرة ما قدرناش ناخد وندي. سنين عجيبة. اليوم بسنة من قرفه. والسنة بيوم من تفاهتها. لكن أنت ما قلتليش أنت خرجت إمتى؟ تصور بعد ما خرجتم من عندي بساعة واحدة جه أمر الإفراج. كده؟ قلت مفيش داعي أزعجكم. غريبة. أمال كنت فين اليومين دول؟ رحت البلد أشوف أبويا وأمي. وبالمناسبة أنا شاكر جدا على كل اللي عملته معاه. يا راجل بلاش كلام فارغ. العدل اللي هيكون معاك في السجن. وهو العدل اللي دخلني السجن؟ ده القانون. لا، لولا رجولتك كنت جرتنا السجن معاك. أنت لو كنت مطرحي كنت عملت اللي عملته أنا. أنت كنت فوق مستوى الإنسان يا عثمان. تصور الواحد حاسس إنه اتولد من جديد. وإمتى؟ في سن 45. جرى ايه يا عثمان؟ اهلا زين. انت لسه شباب وقدامك الحياه طويله عريضه. بوسينه بتفكرني بيك وانت قدها. اختلاف بسيط جدا. عن اذنك يا زينب، حياه السجن علمتني اني اخدم نفسي بنفسي. على فين ما تقعدي معانا؟ انا مش هقعد الا بعد الغدا. انتوا هتغدوني كمان؟ هعمل لك اكل بسيط وسط، نقله ما بين اكل السجن والاكل الطبيعي عشان ما تعيهاش. كم معلقة؟ واحدة. أخبار الشلة إيه؟ اتفرقوا، كل واحد راح لحاله، ما فضلش غير أنا ومصطفى. عملتم إيه أنت ومصطفى؟ قبلتوا الأمر الواقع مش كده؟ بعد القبض عليك البلد شافت إرهاب مش طبيعي. أنا صرفت العملي وكذلك مصطفى. على العموم أنا نفسي فقدت الثقة في القضية. كنت اشوف العساكر الغلابه اللي اتحبست عشان احسن حالهم وهيئ لهم حياه افضل بيعاملوني كمجرم. قلت على ايه الكفاح؟ لكن بعد فتره استرديت ايماني بالشعب وبالقضيه. تعرف انت مشكلتك ايه يا عمر؟ انك مالكش قضيه، مالكش دور في المجتمع يناسب مواهبك. انا ميؤوس مني، انا مريض. هو ده مرضك. على العموم انا بحاول اعالج نفسي. علاجك انك تكون لك قضيه كبيره، هدف عظيم. عثمان انا مستحقش تفكر فيها خالص. انا تقريبا راجل منتهي، فقدت رغبتي في العمل. ممكن تستلم انت مكتبي وتشوف مستقبلك. خير. صباح النور. نعم. تسمح تولع لي؟
اهلا يا عمر. خليك خليك. ايه رايك فيه؟ كانه اتولد على المكتب. خزينة 20 سنة يا جماعة. أنا لازم أشتغل بأقصى جهد عشان أحصل اللي فات. وأنت هتساعدني يا عمر. هتقدر توصل لوحدك يا عثمان. أنا تعبت. دي حالة تدهور غير معقولة. سواء أنت ولا مصطفى. ما تستعجلش. هتحصلنا قريب. مستحيل. أنا لسه بدرس الموقف. لكن لازم هتحرك. أنا بعيد الاتصال تاني بأصحابنا القدام، وإلا في 20 سنة اللي فاتوا هيبقوا زي عدمهم. رد أنت. ألو. أهلا بوسين. بابا هنا. حاضر هقوله. بوسينة كنت وعدتها أخدها سينما وقالت لي استأذنك، إيه رأيك؟ موافق يا ستي. قولي لماما اني حاجة اخدك الساعة 9:15. مع السلامة. مصر لسه مليانة حيوية. الجيل الجديد عظيم. معلومات بنت زي بوسينة شيء مدهش. جمعت بين العقلية العلمية وبين اهتمامها بالأدب. ومش بس كده، دي بتهتم اهتمام كبير قوي بمشاكل البلد. عثمان من فضلك تسيب بوسينة. ابعد عن أحلامك السياسية. أنا قلتها قبل كده. إحنا جيل منقرض. احنا من العصر الحجري. السلام عليكم. عمر، انت فعلا مريض مرض نفسي، لكن لازم تقاوم. انا اقدر اشخص الحاله اللي عندك. انت خفت لما انقبض عليا وقررت انك تغير اتجاه حياتك. شفت فين مصدر القوه واتجهت اليه. قتلت في نفسك حب الحياة وحب الناس. جريت بكل قوتك في طريق المال ونجحت. وفي نص الطريق قامت الثورة. إحساسك بالخوف اتبلور في حاجتين. الخوف من الموت والخوف من إن المال اللي جمعته ياخدوه منك. ومن هنا جات لك الحالة اللي عندك. أبداً. كل ده مش صحيح. أنا يا عثمان بدور على القوة اللي ورا الحياة. بدور على حاجة اللي تخلي لوجودنا معنى. من غير ما الاقي الحاجة دي، الحياة في نظري نوع من الجنون. أنت اتغيرت كتير يا عمر. كتير قوي. رتب نفسك على كده. اعتبرني مجنون، اعتبرني مت، زي ما أنتوا عايزين. يمشي يروح فين؟ مش عايز يقول. أعمل إيه بس؟ حاجة مش معقولة. يمكن يكون رجع تاني. أبداً يا بوسينة، إحنا ظلمناه. ده عيان بحقيقي. عيان ونسيبه يمشي؟ اتصلي بعثمان ومصطفى يجوا يشوفوا لهم حل معاه. جايين في السكة. أنا هتجنن يا بوسينة، هتجنن. أنا هخش له يا ماما. طيب. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا أبو سينا.
انت زعلان مني يا بابا؟ ايه يا ابو سين؟ انا ربيتك كويس وواثق فيكي. ليه عايز تسيبنا؟ أنا بسيب الدنيا كلها يا بوسينة. تجربة لازم أدخلها لوحدي. حاجة صعبة ما أقدرش أشرحها لك. ممكن يا بابا الواحد يعيش بين الناس ويبقى له عالم لوحده. تجربة الوحدة المطلقة ضرورية بالنسبة لي. غياب كل شيء عني ضروري. حتى جسمي. حتى عقلي. حتى انتي. أغلى ما أخفلوها في الدنيا عندي. أنا آسف يا أبو سيف. أنا عاجز عن التعبير. وده مرض زي ما قلت لك. هتروح فين يا بابا؟ مكان. حتة مقطوعة. بيت بعيد ما فيهوش أي مخلوق. مش هساعدك يا بابا، حياتي كلها ملكك، لو تنفع بحاجة خدها. لا، انتهينا يا وسام. هو فين؟ في الصالون. خليكي شجاعة يا أبو زين. أنا خايفة يا عثمان، خايفة جدا. بابا مش طبيعي. معلش معلش، كل حاجة هتبقى عال، تعالي. لا، هفضل هنا. أنا قلت له كل اللي عندي. صباح الخير يا عمر. صحيح يا عمر، عاوز تسيبنا؟ عمر، تحب تروح لدكتور؟ انت فكرت كويس. تصور لو ان كل انسان مثقف له قيمة يعمل زيك، يبقى مصير الدنيا ايه؟ ده انهيار. انت بتدوس كل حاجه برجليك. بتدوس كفاح الانسان وبطولته. بتدوسهم بوحشيه. بتدوس العلم والحضاره. ده هروب. هروب الضعيف. انت في الواقع بتتنازل عن عقلك للخرافه، للوهم. عثمان، انت حياتك غالية يا عمر،
مش من حقك تضيعها. انت فاكر هتلاقي معنى للكون خارج حياتنا دي؟ فكر كويس. الجوابين دول ما شفتهمش الا بعد ما مشي. توكيل باسمي اتصرف في كل املاكه، وجواب شخصي ما قدرتش اخبيه عنكم لان في سيرتكم. زينب سامحيني، انا مدين ليكي باعتراف. انت حبي الحقيقي وحياتي. لم اخونك عن شهوه او عن كراهيه، وانما كنت مريضا ابحث عن طريق. انت وابو سينا والاولاد وعثمان ومصطفى عالمي وحبي، ولكن هذا العالم انفصل عني. إني أبحث عن شيء أعز منكم جميعا ومني. إني أبحث عن الله، ولذلك كان علي أن أتخلص منكم. أرجو أن تفهموني. هو بقى مات يا أبو سينا؟
عشان كده سبتنا يا بابا. مش خايف يا بابا من الوحدة والخلا؟ امبارح عثمان قال لي. انت مش واخده بالك يا بوسينة، انا ما بسمعش. بوسينة هونك يا رب، لسه بدري، النية مش خلصة والقلب متعلق بالدنيا. يا رب يا رب هونك يا رب هونك يا رب. عايز ايه؟ انت جاي ليه؟ افكر فيك طول ما انا صاحي، ولما انام تجيني الدنيا في منامي. الرحمه يا رب. عثمان يا عمر. عثمان. ايوه انا عثمان. فوق يا عمر. عايز ايه؟ انا في موقف خطير، البوليس قالب عليا الدنيا، لو اتمسكت ابقى انتهيت. عايز مني ايه؟ عايزك ترجع بيتك، انت بقالك هنا شهور. لسه بدري عمر. عمر لسه بدري. اسمعني، انا هصالحك بحاجه مهمه. انا اتجوزت بوسينة. اتجوزت بوسينة وفي بطنها جنين مني. فوق يا عمر، ما تسيبهمش لوحدهم. عثمان خليل، سلم نفسك، انت محاصر من جميع الجهات. سلم نفسك يا عثمان. سلم نفسك يا عثمان.
عثمان. يا خسارة، أنت انتهيت. حياتي هي اللي انتهت. المهم تبتدي أنت من جديد. من جديد؟ ترجع لحياتك اللي بتبحث عنه في الحياة مش في الخلا. قد إيه الحقيقة قريبة من الحلم.